أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب عن انتخاب دولة الكويت نائبا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وعلى هامش مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بالعاصمة المصرية القاهرة. أكد العزب أن اختيار الكويت لهذا المنصب يدل على التعاون المثمر وعمق العلاقات بينها وبين الدول العربية، موضحا أن اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل ناقش التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.